وذكر حجاج المغرب خبر وفاة الأمير تميم بن زيري بن يعلى اليفرني أمير شالة في الرباط المغرب من بني يفرن من زناتة. نزعوا الدولة المغراوية التي كانت تملك المغرب وانتزعوا منها مقاطعتي شالة وتادلة وما والاهما. وعندما آلت إمارة يفرن بشالة إلى تميم بن زيري زحف إلى فاس وقاتله صاحبها يومئذ حمامة بن المعز المغراوي، فاستولى عليها تميم مدة 5 سنوات. وجمع حمامة قبائل من وجدة لقتال تميم، فانصرف تميم إلى قاعدة إمارته شالة وتكررت إغاراته على برغواطة إلى أن توفي.